انتي كتير شاطرة بالكذب. مرة بتمثلي انك كهاني وبترجعي بتمثلي انك حامل. خلصنا بكفي. انتي خلصيني واحكي شو بدك مني. يا اما روحي وانقلعي من وشي. لا فشرتي، اتركك. ولسه رح ريح كل العيلة منك. انتي بتعرفي اني ما رح اسكتلك. شو خلصتي؟ لحظة، لسه ما خلصت. يا شاطرة، هذا البيت لإلي أنا، يعني أنتي هلأ عايشة عندي، لهيك خدي حذرك. عن جد؟ بعد كل المشاكل يلي صارت أنتي جاية هلأ عم تحذريني يا إيرافاتي؟ لا، أنا بس عم ذكرك إنه كل شي عملته فيكي ما بيطلع شي قدام اللي ناطرك. مستحيل مرق لك الشغلات اللي عملتيها معها لغونجان. عن جد كل شي عملتيه بهالعيلة كان كرمال بنتك؟ كل اللي عملته لهلأ لسه ولا شي. اللي محضرت لك يا رح يفاجئك أكثر. إيرافاتي، كأنك بهي الفترة عم تكتري حكي على الفاضي. استني، تركيني وإلا رح نادي ليوك. تركيني أحسن لك. بس ما تشوف روناك فوق بالغرفة. هلأ إيرافاتي رح تكون كتير معصبة وأكيد رح تعمل شي لكهاني. أنا خايفة عليها ولازم شوفها. فوت. طمني كيفك هاني؟ منيحة، لا تقلقي. ليش كل هذا الخوف؟ طبيعي إني خاف عليها، لأنه إيرافاتي ممكن تعمل أي شيء. أنت ما بتعرفها مثلي. قال إنه رح يجيكم ولد. ألف مبروك. ليك هلأ لازم تهتم أكتر بكهاني، وحتى خليك حذر لأنه صرت مسؤول عن كهاني وابنك. ماشي؟ ايه أكيد. بس أنت ليش خايفة من إيرافاتي؟ عم تسأل؟ جد؟ يعني بعد كل اللي عملته معك أنت وعيلتك، سؤالك هاد بصراحة كتير غريب وما عم أفهم كيف بتفكر يا زلمة. عن جد لا تنسى أنه إيرافاتي هي يلي حبست كهاني تحت بأبو البيت وجابتني أنا لمثل دورة قدامكم. ما بتعرف شو لسه ممكن تساوي. أنت وكهاني عم تخبوا عني شي ما؟ لا لا لا، في شغلات عملتها إيرافاتي غير هيك؟ احكي الحقيقة. يوك، ما بتشرب قهوة؟ رح ساوي لك على السريع. لحظة، لا تغيري الموضوع. لك مو هيك، أنا ليش بدي غير الموضوع؟ قلت لك ما بعرف شي وخلينا نشرب قهوة هلأ. لحظة، اشتغلي. لك يوك، أنا ما بدي خبي عنك شي. ايه؟ هاي القصة تحديداً اللي لازم تحكي لك ياها هي كهاني مو أنا، لأنه أنا ما بيحق لي أحكي فيها شي أبداً. وكل شي فيني إلك يا هلأ أنه لازم تاخد حذرك، لأنه إذا تركت كهاني مع إيرافاتي وقتها أكيد رح تصير كارثة. لهيك خلص، روح دير بالك على مرتك واسألها هي بتجاوبك. صدقني أنا ما فيني أحكي بهي القصة لأنه رح تتضايق كتير كهاني مني. وأنا رح أسألها، كهاني لازم تحكي لي كل شي. طيب ولا يهمك، خلص أنا رح أعرف كل شي منها لكهاني. يا عيني عليك، هذا أفضل حكي قلته من وقت ما أجيت، لأنه هي حلفتني ما أحكي. ماشي، شو رأيك نطلع؟ جاهزة؟ إيه، لكن شو؟ أنت اللي أخرتنا بحكيك الما بيخلص. أكيد إيرافاتي عم تخطط لشي. أكيد هلأ رح تشوف روناك بغرفتها. ما بعرفها لهي المرأة، بس يوك بضل أخي الصغير وأنا خايف كتير عليه لأخي. شو عم تعمل عندك؟ أنا بس كنت عم أدعي لأخي. احتمال أخي يوك هو أبو الطفل، أنا كنت عم أدعي تقومي بالسلامة، مو مشانك أنت بس مشان أخي. صدقيني أنا كنت كتير خايف عليه، مو عليك أنت. أنا خلص هلأ، صار لازم أتصرف على السريع وأفضح إيرافاتي الشريرة قدام العيلة كلياتها. بس كيف بدي أعمل هيك بدون ما يفكروني هون عم اتبلى عليها وعم اتهمها بالباطل كمان؟
وهيك رح تنفض مثل العادة، لأنه هي شاطرة بالحكي وممكن تقدر تنفذ حالها. لازم جيب الدليل على كل كلامه. إيرفاتي إلها سنين عم بتضر الكل، ومن وقت ما أجت على هي العيلة خربتها كلها. أنا اللي رح طالعها ورح أحمي ابني، لأنه بوجود إيرفاتي ما رح أطمن عليه. هي لازم تطلع من هي العيلة على السريع، هذا الحل الوحيد. هيك رح نرتاح كلنا، ويوغا أكيد رح يساعدني. جاهزة؟ طبعاً أنا على طول جاهزة. يعني أنت ما بتعرفي تجاوبي بإيه أو لا نهائياً؟ أنا هلأ فايت، أنت ضلي هون، ما تهربي مثل لما تركتيني بالسوق لحالي. أنت لسه متذكر؟ إيه ماشي، استنى شوي، رح تسامحني مو هيك؟ أنت ما غلطتي لسامحك، كنتي مجبورة بس مشان علاج والدتك، وحتى أنا لو كنت بمحلك كنت رح أعمل نفس الشي وقتها. أنا رايح. أكيد رح نعرف كل شي يا إيرفاتي. أنت طلبتي 24 ساعة لحتى تلاقي كهاني، لهلأ لسه باقي 20 ساعة، وأنا متأكدة إنك رح ترجعي لنا كهاني الحقيقية. أمي سبق وقلتلك أنت لا تاكلي هم شي، راح نلاقيها طمني بالك. إيه بلا ما تدوروا عليها، تركوها مختفية. أنتم مفكريني ساتيا؟ إيه عادي، ما في مشكلة، أنا بهمني النتيجة بالآخر وشو رح يصير وكيف رح تنصدموا بحقيقة إيرفاتي يلي خدعتكم. وبعد كل هالسنين أنا قدرت أكشف اللي عملته وكيف حرمتني من أمي وإختي، وكمان حرمت عائلة يوغ من أبوه. طلعي فيني يا إيرفاتي، هدول العيون يلي كلهم حقد وأذى رح ينملوا دموع. اللي رح يصير اليوم مهم كتير، وأخيراً يا إيرفاتي إجا اليوم اللي رح تتحاسبي فيه وحط حد لشرك. أنت شكلك خلص جنيتي على الآخر، يعني ما بتعرفي إنك هلأ مرة حامل؟ ضروري تطلعي وتنزلي؟ آه؟ شو ما بتقدري تعدي ولو شوي؟ أنا بس أجيت لحتى أعرف روناك شو كان عم يعمل بغرفتي قبل شوي. روناك؟ شو كنت عم تساوي عندها بالغرفة؟ أمي شو بدي أكون عم ساوي يعني هذا الحكي ما بيصير، لا تتهموني، يعني أنا ما عملت شي غلط لحتى تحاكيني بهي الطريقة، ولا تنسي إنه هي محتالة والغرفة أساساً مو لها لكهاني، ما هيك؟ وإذا رحت لهنيك شو هاي الغرفة فيها كنز؟ لا تخاف عليه يعني؟ أنا ما بعرف شو المشكلة بهاي القصة. أنت إمتى بدك تبطل هاد اللعي يا روناك؟ سألتك سؤال واضح، بسرعة جاوبني عليه لشوف. يلا ما أنا يا أمي جاوبتك عليه هلأ، أنا كنت كتير خايف على أخي يوغ، لهيك رحت على غرفته وصرت أدعي مشانه ومشان ابنه اللي جاي. شو أنت ناوية تعملي فتنة جديدة؟ أنا أصلاً ما بسمح لك تحكي على صهري. خير شوفي؟ روناك دخل على غرفتي قبل شوي بغيابي، وأنا بس بدي أعرف شو كان بده. ستي سمعتيها؟ هي ما بتسوى شي وعم تحكي معنا مثل الأميرة، وعم تعاملنا كأنه نحن الخدم تبعه وحاطة التاج على راسها. أخي لا ترفع صوتك علي، خلصنا، رح أحكي لك شو القصة. أنا رحت على الغرفة لحتى أدعي لك أنت وابنك اللي جاي على الطريق، هاي القصة مو أكتر من هيك، صدقني يا أخي شو بك؟ الحق علي شايل همك، أنا خلص ما عاد أدعي لك بالمرة. لك أنا دعيت لك من قلبي، وهي ضحكت عليك بسرعة. شلون هيك يعني؟ يبدو كهاني مخططة لشي. شو روناك احكي؟ ليش مو طالع صوتك؟ كيف رح أضحك عليه؟ اسمعيني شوي، نحن ما منعرف مين أبو لهالطفل، وحتى ما منعرف إذا كنتي كهاني ولا شبيهتها، فهمتي علي؟ لا أنا متأكدة هي مستحيل تكون كهاني. احكي بصراحة أكتر، ليكون بدك الدليل إنه يوغ هو أبو للطفل. دليل؟ عشو عم تخططي كهاني؟ أنا كتير ضاق خلقي
يوغ تأخر، هو قال لي إنه بدهم يتصلوا إذا ما أجوا، شو يلي أخرهم؟ بس ما تكون إرفاتي عملت شي مشكلة. شو هالقصة اللي ما عم تعرف تخلص وجاني راسي منها؟ هاد المكان صاير مصحة عقلية ومانو بيت عيلة أبداً، يعني كل يوم نفس اللعي. شي بتكون كهاني محبوسة تحت بالأبو وما منعرف، وشي بيجيبوا واحدة بتشبهها وبتعيش معنا، لا وطلعت حامل، ما منعرف مين أبوه للطفل، وبترجعوا بتلعوا خلصنا أنا داخل. أنا في عندي حل لهالقصة. عن جد؟ لكان احكي شو هو الحل حتى نرتاح. ايه طيب رح قلك. مو كلكم شاكين إنه يوقموا أبوه للطفل؟ كهاني شو عم تعملي؟ يلي بدي أعمله هو لمصلحة الكل، بس بدي يوغ يدعمني فيه. ساتي هلأ برا البيت، هذا أفضل وقت لنحكي شو عملت إيرافاتي. مثل العادة بدك ترجعي تلفي وتدوري، شو هالحل اللي عندك يا شاطرة؟ يلي بدي أحكيه ما رح يكون لمصلحتك. أنتوا بدكم تتأكدوا إنه يوغ أبوه للطفل، ولا عم أكذب عليكم؟ يوغ هو أبوه للطفل وأنا في عندي الدليل. إيه وشو هالدليل بقى؟ رح قلك شو الدليل يا أمي. عن جد كل هذا الحكي هلأ مانو وقته؟ ما بدي كهاني تتعب. ايه ما عاد يعرفوا يجوا، هو تركني هون، بلكي شافتني إيرافاتي وأنا ناطرة. هلأ هيك صار الحكي؟ يعني أنا ما عاد إلي احترام بهالعيلة؟ خلاص يا حلوة، هذا الاحترام أنتو ما بتعرفوا عنه شيء أبداً. ليكو مين عم يحكي؟ روناك هي حامل، احكي معها بهدوء. شوفي، انتي قلتي إنه في عندك دليل على حكيك، ولهلأ ما قلتي شو هو، وشي طبيعي إنه نحنا نشك فيك. أنتوا عم تطعنوا بشرف كنة هاي العيلة، وهذا الحكي كتير قاسي. يعني هلأ لما عم تحققوا معي لتعرفوا مين أبوه للطفل، هذا شي عادي؟ عم قلكن كلكن إني أنا كهاني كنة هاي العيلة، وإنه زوجي يوغ أبوه لهذا الطفل، وما حدا منكن صدقني. وقلتلكن اسألوني عن أي شي من الماضي لحتى تتأكدوا، اسألوني. يا حرام، تحكي كأنها صاحبة حق ونحن اللي عم نظلمها. في عندي فكرة، خلينا نحكي مع الدكتور وهو رح يحل هالقصة. وأنا هيك رأيي، روناك اتصل بالدكتور فوراً. طيب أنا موافقة. هلأ رح يعملوا فحص ليتأكدوا اللي قالوه. ما في مزح بنوب، الجنين ممكن يتعرض للخطر. لا أنا جاهزة. كهاني انت شو عم تفكري بالضبط؟ شوفي انت ما في داعي تضايقي اهلي اكثر من هيك، يلا تعالي معي امشي. انت اكيد بدك تسالني شو خلاني اعمل هيك. كهاني خلص ولا يهمك، هلا مو وقت هذا الحكي ابدا، لا تقولي شي هلأ، بس تعالي معي. بس امشي. أخيراً اجيتوا؟ ساتيا انت ليش جايب ساتيا؟ وكمان رح ناخدها على البيت، خلص صار الوقت لحتى نفضح إيرافاتي. ساتيا انت ليش قبلتي تجي؟ لأنه انت طلعتي حامل، خلص هلأ لازم تبعدي حالك عن كل هاي المشاكل وما تفكري غير بالولد وبس، وتركي الباقي علينا نحن. وبدك يعني اسكت على كل اللي عملته إيرافاتي مع العيلة؟ شلون؟ شوفي لسه خلص احكوا، انتوا ليش عم تخبوا علي؟ قلتلك كهاني هي يلي رح تحكي، انا وعدتها ما احكي ولا حرف، واذا بدكن اي مساعده مني انا جاهزه بعمل يلي بدكن يا، بس ما بحكي. نحن كان في عنا خطه، بس اللي ما فهمته لحد هلا ليش كهاني ما عم تنسق معي بالمره، وليش رضيتي جوا يجيبوا دكتور مشان يتاكد انه بيكون ابني؟ هالفحص بضره للجني وحكيون يلي ضايقني، كمان اذا تاكدوا هيك خلص كل العيله رح ترتاح وقتها، وانا خايفه على العيله كثير من جهه ثانيه. ماشي خلص انتي رؤي. طيب لكي اذا انتي هيك بدك انا معك، يعني بما انك قررتي وشايفه هالشي لصالحك خلص نحن رح ندعمك ونضل جنبك. كهاني عندها خطه وعم تمشي عليها. كهاني؟ يعني هي البنت اللي كانت بالبيت اليوم هي كهاني؟ شو هالحكي هاد؟ لك بس لحظه بس لا افهم شغله، يعني كهاني ورا كل شي صار من الأول وعم تلعب بالعيلة على أساس إن شبيهتها لهدف هي حاططه براسها؟ أنت بتعرفي إنه أنا فيني أعمل اثنين هلأ واستنسخ اثنين من حالي وأعمل اللي بدي إياه؟ وأنت بروناك واحد مانك مخلصة، بس عن جد بدي أفهم، احكي لي كل شي بتعرفي يلا. سواء أنا فهمت ولا لا، أنت بتعرف طبعي منيح روناك، إذا بتفتح تمك بحرف واحد رح رجعك على السجن. أنا من إيدك هي لإيدك هي. إيه؟ ليش التهديد؟ لك أنا كمان أضل صهرك، احترميني شوية أختي الكبيرة. أنا محترمتك كتير،
بس لا تضطرني بطل احترمك. روقوا شوي واسمعوني، لا تتجادلوا هلأ رجاءً، لأنه لازم نضل مركزين على كهاني وساتيا بهالوقت. شكلك هلأ كبرتي وبلشتي تحكي حكي بينسمع يا جونجان. طيب أختي الكبيرة، أنا بس في عندي سؤال محيرني، أنت شو اللي خلاكي تحبسي كهاني هيك بالأبو؟ مشان العيلة. مشان العيلة؟ العيلة شو رح تستفيد من حبسها؟ عن جد أنا ما مفهم عليك شيء. أوه يعني مشان عيلتك أنت؟ الناس اللي عايشين بهذا البيت أنا كلهم بعتبرهم عيلتي يا روناك. طبعاً معك حق بهذا الحكي تماماً، بس مين المستفيد؟ أنت وجونجان، يعني القصة واضحة. أنت كيف رح تثبتي إنه هاي البنت محتالة ومعنا كهاني؟ والبنت المحتالة وين راحت؟ عادي حكيلي سرك ببير. شو رأيك تخرس وتخفف أسئلتك؟ وإلا عندك فكرة شو ممكن أعمل؟ وبتعرف وين ممكن أخفيك؟ أنا كل اللي ساويته لأنه أبوها لجونجان كان بده ينقل الممتلكات لاسم كاهان، وإنت بتعرف شو يعني ينقل الممتلكات لاسمها؟ يعني رح تصير أقوى شخص بكل هاي العيلة وقتها. لهيك خفت وفكرت فيك أنت وروبا بالأول، وكان لازم أتصرف بسرعة ورحت جبت وحدة بتشبه كهاني. مو طبيعي شو ذكية، لك أنا لهي الدرجة طلعت بهمك؟ هذا الكلام صراحة أثر فيني كتير، شكراً لإلك. حاسس من اليوم ورايح صار لازم ناديلك أمي روناك. شو؟ من باب الاحترام. هلأ أنا كمان بدي أسألك لسه عن موضوع غيره، أنتي وين لقيت البنت اللي بتشبهها؟ لا تنشغل بالتفاصيل، مو قلت لك خفف لي أسئلتك شوي؟ حاضر. عملت اللي طلبته؟ أكيد. معقولة طيب؟ ما بصير، ما وعدتك؟ تفضلي. يا عيني عليك. ايه دكتور إلي اتفقنا، معناتها نحنا رح نحجزها بالمشفى. الدكتور رح يحجز كهاني بالمشفى بس هي تعمل فحص الأبوة اللي حكينا عنه. وهالخبر ليش خلاكي فرحانة؟ لو كنتي ذكية يا بنتي كنتي عرفتي لحالك ليش أنا فرحانة هيك. يعني انتي هلأ بعد كل اللي ساويته ما فهمتي إنه رح نخلص منها. معناها رح تحبسيها بالمشفى؟ لا أنا رح أقتلها. شد حيلك ولا تبلش ترجف، مو عأساس أنت رجال؟ ما عنا حل تاني غير إنه نقتل كهاني وابنها لحتى نرتاح كلنا بعيشتنا، وأنت اللي رح تساعدني. بالأول بدنا نقتل كهاني، بعدين منقتل ساتيا اللي قدرت تاخد أمها وتهرب. كيف وضعك؟ انتي منيحة؟ جاوبيني، ليش صافني هيك وعم بتفكري؟ لازم تتسطحي وترتاحي. انتي تعبانة شي؟ انا جبتلك اكل مشان تغذي حالك. اشتقتي لجوزك؟ انتي اكيد عم بتفكري فيه هلأ. مين بتكوني؟ ليش ما بتقليلي شو اسم جوزك لحتى دورلك عليه؟ خلص لا تزعلي وتقري حالك مشان صحتك، لانه المرة الحامل ما بيسوالة الزعل ولازم ما حدا يضايقها. هذا الولد نعمة لازم تحافظي عليها، لهيك ديري بالك على حالك. انا ما درت بالي على حالي، لهيك أنا خسرت طفلي وانقهرت عليه. يا ريت فيني قلك الحقيقة يا روبا، وأكيد أنتي بس تعرفيها رح تضلي واقفة جنبي وتقدري موقفي وتعذريني، وأنا رح أحميكي وما خلي حدا يأذيكي. جاوبيني، معك مصاري؟
إذا بدك لا تخجلي مني، رح أعطيكي، مستعدة أعمل أي شيء بس كرمالك أنت والطفل. هلأ عن جد لازمك شيء؟ أكيد. بدي تدعيلي لأبني. بتمنى تقومي بالسلامة. أستاذ يوغ، أنت مصر نعمل الفحص تبع الجنين؟ أكيد أنا ماني موافق يا دكتور، هي ما لها رغبتي، هي رغبة كهاني. ماشي، هلأ إذا هي رغبتك اعملي الفحص، وإذا بدك تفضحي قرفاتي خبريني لحتى أجي على السريع. ماشي، ورجعي فكري وشيلي فكرة هذا الفحص من رأسك. أنت انتبهي على حالك ساتيا. انتبهي على حالك، روحي وأنا بحاكيكي. كهاني، طيب قليلي أنت ليش مصرة على هذا الموضوع؟ يعني أنا بس لحتى أفهم ورح كون معك بكل شي بتقولي. ايه دكتور، بدنا نعمل الفحص واليوم. معناها بهي الحالة لازم تجوا على المشفى. طيب ليش واقفين وعم تطلعوا هيك على بعضكم؟ امشوا مشان نروح على المشفى يلا. بس يا ستي انت كمان لازم تعرفي انه هذا الفحص كتير خطير، ممكن يأذي الجنين. المدام معها حق، هذا الفحص كتير خطير وممكن يأذي الجنين بكتير قصص. انت ما بتعرف، يمكن هاي المرة تكون كهاني. بعدين لو كانت شبيهة كهاني ما بصير نضرها بهالطريقة، لأنه هي ممكن تخسر طفلة بهالفحص. شوفي شو القصة دكتور، اللي في مشكلة؟ يمكن تصير إذا أنتوا أصريتوا تعملوا هذا الفحص، ووقتها أنت رح تضلي فترة بالمشفى والعملية مو مضمونة وفيها خطر كبير، وحتى يمكن يصير في إجهاض للجنين. طيب ما في عنا طريقة تانية غير هي؟ يعني ما رح نستنى ليجي الولد لحتى نشوف إذا بيشبه يوغ ولا لا، مو صح؟ إيه ستي صح، هذا الكلام كتير صحيح. رح تعملي الفحص، رح أقتلك وأخلص منك وإنتي رايحة على المشفى يا شاطرة. المهم تقبلي تروحي. بعرف قلقان وشايف تصرفي غلط، بس بترجاك سايرني فيه وبدي تضغط علي قدامهم لحتى أعمل الفحص. ليش؟ إنت بس سايرني والباقي علي أنا. إذا بدك يانا نصدق اللي عم تقوليه، لازم تعملي الفحص. لا، هي شو عم تحكي؟ معقول كل شوي برأي؟ انتي كنتي موافقة تعملي، شو اللي صار؟ سمعتي هلأ شو اللي قاله الدكتور صح؟ قال انه هيك فحص فيه له مخاطر كبيرة ويمكن يصير إجهاض. انا ما رح خاطر بحياة ابني كرمالكم، وهالفحص فينا نعمله بس قولت. انتي شو عم بتقولي؟ كل شوي بتنزل لعنا وبتحكي رأي شكل، شو هاد؟ مو ملاحظين انكم عم تعاملوني بطريقة كتير سيئة؟ انا عم قلكن هذا الفحص فيه خطر على طفلي، والشي الغريب انه بدكن اعمله برغم من وجود هالخطر، مع انه فيكن تنطروا لحتى يولد طفلي وبعدين الكل رح يتأكد صح؟ هيك كمان ما بتضروا حفيد هاي العائلة صح ستي؟ شوفي يا شاطرة، انا هاد قراري النهائي وما رح يتغير، ما رح اعرض حياة ابني للخطر بهذا الفحص، لهيك انا ما رح ساوي. لشو؟ لأنه عرفنا حقيقتك؟ أنت شو مشكلتك يا إيرافاتي؟ أنتوا رح تتأكدوا إذا كان يوغ هو أبوه للطفل بعد فترة، ليش لأعمل الفحص هلأ وأؤذي ابني؟ يعني هالقصة منقدر نأجلها. أنتوا شو مشكلتكم هلأ؟ إذا كان يوغ أبوه للطفل أو ابن حدا تاني غيره، بس الشي الأكيد أنه هذا الطفل بيكون ابني، ورح دافع عن ابني للآخر، وصدقوني ما رح اسمح لحدا يأذي ابني طالما أنا عايشة. وحطوا ببالكم إذا حدا بيجيب سيرة هالفحص ورح يصير إني أعمله، أنا رح جيب الشرطة فوراً وأشتكي عليه، وبعدها فيكن تعدوا بالسجن على كيفكن وتتناقشوا مين هو الأب الحقيقي لهذا الطفل. واضح؟ شو إنك قوية، نفس كلام كهاني ونفس الرد تبعها. ليك ابني عن جد فيها تحبسنا. كهاني قدرت تطلع من هي القصة، بس أنا لازم أعرف هي ليش هيك عم تعمل. هي المخلوقة لسه رح تجنني. بدك تلعبي معي ما؟ لازم تتحملي النتيجة. مبين انه هي وحده مجنونه. اهدي، قصه المشفى خلصت، لازم تلاقي حل تاني. طلعت من خرجنا كلنا،
وما خلت حدا يحكي ويرد عليها بحرف واحد. هي كهاني صايرة عم تزودها كتير وتغلط. نحنا لازم نحط لها حد ونرجع نحبسها من جديد لتموت. ما فهمت، يعني هلأ غيرتي الخطة؟ ما غيرتها، رح تروح على المشفى. الشي اللي بحكيه رح يصير غصب عن الكل. كهاني، من قبل كنت بدي أقتلك وبس، هلأ غيرت رأيي، رح عذبك حتى تشتهي الموت. كهاني انتي اكيد منيحة؟ من لما طلعت من هداك الابو انا كتير منيحة. بترجاكي لا تذكريني، انا ما صدقت امتى طلعت من هنيك. حبي ليوغ هو اللي خلاني اصبر. كهاني، أنا بدي أفهم منك اليوم وبدي أعرف كل شيء. احكي ولا تخبي علي، أنا بدي أعرف الحقيقة. حاضر، هاي الحقائق اللي رح قلك ياها. يمكن قاسية، اللي أنت شو بتعرف عن قصة اختفاء أبوك؟ تركنا وراح مشان رقاصة. هو تخلى عنا كلياتنا كرمال رقاصة. مو صحيح، وحتى قصة أبي رافي كانت معنا صحيحة. بالحقيقة أنه هو تركنا مشان وحدة كانت تشتغل رقاصة، بس هي الرقاصة أنت بتعرفها منيح وعايش معها من سنين. إيرافاتي. إيرافاتي؟ وقت بابا كان بده يتركنا ويروح، أبوك حاول يقنعه يضل معنا وما يتركنا. أبي أنا؟ بابا حكى معه؟ لما كنت عم دور على محامي كرمال روبا وروناك، أنا تعرفت على الأستاذ بيشان. إيه، بيشان سينك. هذا كان المحامي تبع كل عائلتنا، وكان صديق أبي وأبوك. وأبوك نصح أبي بوقتها يحط أملاك باسمنا أنا وأمي وأختي بمساعدة الأستاذ بيشان. كرمال ما نحتاج حدا إذا تركنا وراح. أبي هو اللي نصح أبوكي؟ إيه هو يا روحي. وإنت فكر فيها، شلون رح يتركهم ويروح وهو عم ينصح رفيقه ما يترك عيلته؟ برأيك هالشخص ممكن يعمل هيك؟ يلي عم يقول لرفيقه ما تترك بناتك وتروح، فكر فيها بس، هو كيف ممكن يترك عيلته؟ برأيك هيك رجال قديش ناضج وعاقل؟ كهاني، كيف عرفتي كل هذا الحكي؟ لما صار الحريق بمكتب الأستاذ بيشان، الكل اتهموني إني ورا هالحريق، لهيك رحت على المكتب ودورت فيه وقدرت لاقي رسالة مكتوبة من أبوك وصور قديمة لإيرافاتي وكمان صور لإلي ولأختي المفقودة. كهاني، ساتيا، كل هذا الحكي كان مكتوب بالرسالة يوك. ووقت عرفت الحقيقة وكيف إيرافاتي خططت تحرق مكتب المحامي لتخفي هاي الأدلة، وبعدين لما قلت لإيرافاتي بدي أفضحك وأحكي قدام الكل وخلي العيلة تعرفك، هي وقعتني عن الدرج وبعدها حبستني تحت بالأبو. هالكلام يعني أنه أبي كان رجال منيح؟ طبعاً كان رجال منيح. وقت أبي سمع كلامه ورجع لنا، إيرافاتي بوقتها جنت على الآخر ودبرت له حادث بالسيارة، وأنا كنت موجودة بالحادث. يوغ، هالمرة ما فيها رحمة، أنا نفدت. بس من وقتها كل شي تغير يوغ، أنا فقدت عيلتي وما عاد ضل عندي أهل. وهلأ ما بعرف إذا ساتيا هي أختي الحقيقية، بس أنا واثقة ومتأكدة إنه إيرافاتي مسؤولة عن كل المآسي اللي صارت. يوغ، حتى هي بتشتغل بالسحر. كهاني، تعرفي وين أبي؟ وأنا وين بقدر لاقي؟
رفاتي هي الوحيدة يلي بتعرف وين أبوك، لأنه هي أساس المشكلة، هي أساس كل شي صار، ولازم تجبروها تحكي لهي الساحرة الشريرة. كهاني، لسه في عندي سؤال عن الشي اللي ساويتي. أنت ليش أصريت كتير علي أطلب منك تعملي الفحص تبع الجنين؟ رح قلك يا أيوك، لحتى إرفاتي ما تشك فينا، لحتى ما تعرف إنه اتفقنا عليها، لحتى ضل مفكرة إنك مفكرني ساتيا ومانك شاكك بأي شيء أبدا. لا، أنا ما عم أقدر صدق إنه إرفاتي عملت كل هذا الشيء. إيه بس أنا كمان بشكرك لأنك عم تدافعي عن سمعة أبي، ما رح نسألك إياها. أبوك كان ينصح أبي ما يتركنا وساعدنا كتير يا أيوك، هو في إله دين برقبتي، ولا تنسى إنه هو أبوه لحبيبي. باليوم يلي خطفني فيه روناك أنا اتصلت مع أمك لحتى خبرها وإلا الحقيقة يلي عرفتها، وإنه جوزة ما تركها. أنا عم أتصل لقلك الحقيقة. عن أي حقيقة عم تحكي؟ صدقني أبوك كان رجال منيح يوك، أبوك مستحيل يبعد عنكم بإرادته، في شخص ممكن يساعدنا بس حتى نقدر نعرف شو اللي صار بالضبط مع أبوك بوقتها. أبوكي هو رح يساعدنا؟ ايه هو لو بيقدر يحكي ما كانت صارت كل هاي القصة والمشاكل من الأساس. ساتيا في معها حق، هو ما حكى شيء بعد كل هالسنين. رح قلك ليش، إرفاتي هددته، قلت لك إنه هي كتير شريرة، بتكون قالت له إذا حكيت ولو حرف واحد وقتها أنا رح أقتل مرتك وبناتك التنتين، وأكيد المسكين طبيعي ما يحكي ويخاف. إيه حكي ساتيا صح، نحن كيف بدنا نخليه يحكي لنا اللي صار؟ أنا في عندي فكرة، خلينا نروح أنا وياكي لعند أبوكي مع بعضنا ونقول له هنيك إنه نحن أخوات، ولما هو يعرف إنه بنته التانية لساتها عايشة وقتها ما رح يضل في شي يخاف عليه. هالحكي صح، وبلكي نحن هيك يمكن نطلع أخوات صح، ولازم نتأكد من هاي القصة. حاسة إنه ساتيا أختي. طيب ساتيا مو كانت هون؟ أبوكي ما حس إنه بنته، يعني لو هي أختك كان أبوكي حس. يمكن أبي بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرق فيه ما رح يقدر يميز بنته، وطبيعي ما يعرفها لأنه تغيرت، خاصة كمان إنه هي كانت عم تمثل دوري كل هاي الفترة الماضية، وكل هاد كان بسبب خالتي إرفاتي. أنا مع الحكي يلي قالته ساتيا. ساتيا أنا بحاكيكي بعد شوي، اتفقنا؟ كهاني، هذا الكلام اللي قلتيه عن أبي ما بتتخيلي قديش ريح قلبي. عن جد أنت عطتيني أمل إنه لاقي. شكراً. رح نضل ناطرين يوك لحتى يطلع من الغرفة تبعه؟ أكيد هو ما نوم طويل. ليك وطلع. انتبه واوعك تغلط. ما تشيلي هم شي. خد. هي اكيد رح تنيمه. لا تخافي طالما روناك موجود معك، لانه كهاني رح تنفرم بفرامة اللحمة. خلصني روح. إرفاتي هي سبب حزن هاي العيلة وسرقت الفرحة من البيت، وأنا رح رجع الابتسامة على وجوه الكل. أنا آسفة كتير يا روبا من الشي اللي رح ساويه مع أمك إرفاتي، بس أنا ما في عندي حل تاني. ما فيني أخفي عنك حقيقة أمك أكتر من هيك، ولا أني كهاني الحقيقية، لأنك بتستاهلي تعرفي كل شي، بس ما بدي ورطك وخليكي بعيدة أحسن، ما بدي حدا منهم يأذيكي.
دكتور تفضل. هي عينات من شعر كهاني وساتيا، نحن بدنا نشوف إذا هنن أخوات. أنا بدي نتيجة الفحص بأسرع وقت بتقدر عليه. تكرم عينك، أنا رح أبعتهم على المخبر هلأ فورا وراح أتصل فيك بس نخلص. ممتاز دكتور، حاول تستعجل فيه، وكمان ما بدي حدا يعرف بهي القصة نهائيا. أكيد ولا يهمك. شكرا. كل هي الأيام كنت مفكرة أنه زوجك خانك وتركك لحالك، وكثير انقهرتي وعشتي حزينة كل عمرك. انت خليك نايم هون يا حلو، وكهاني رح نايم لك ياها نومة ما تفيق منها. روناك انت شو عم تعمل؟ مانك شايفة اني عم اربطك؟ خرسي ولا تتحركي احسن لك، وبلاها اسئلتك الغبية يا حلوة. خلص اتركني اذا بتريد دونجان. لك انتو شو عم تساووا؟ لك يا انا بعرف انه قلبك طيب وقرفاتي ورا القصة كلياتها. خرسي وليه؟ شو ما حكيتي انا ما رح اشفق عليكي، فسكتي ولا تبلشي تتزاكي، لانه شو ما قلتي انا ما رح فلتك. بترجاكي ليش عم تساوي هيك؟ لا تنسي أنا أختي. روناك أنت جنيت على الآخر، لا تنسى أني هلأ حامل بابن أخوك. ليك هذا من لحمك ودمك، ما بصير تعمل هيك. لك خلصنا بقى، حاج تحكي على الفاضي، لأنه هذا الحكي ما رح يأثر علي بشي. خلص اتركوني، حرام عليكم، أنتو شو اللي عم تعملوا فيني؟ لشو عم تصرخي؟ رح قلك شو رح نساوي فيكي، رح نقتلك. لا لا، نحنا صار لازم نريحي، لأنك إذا عشتي ما رح تكوني مرتاحة كهاني. لا إرفاتي بترجاكي، واللي ببطنها رح يموت معها كمان، وهيك منرتاح منك ومن ابنك. لا ما رح خليكي. قلي لي شو رح تعملي دكتورة. نفذوا هاي المهمة على السريع، وإلا أنا رح أقتلكن بنفس الإيد اللي دفعتلكن فيها المصاري هلأ. فهمتوا علي؟ أنا قلتلك من قبل ما في حدا بيعلق معي وبيقدر يطلع ربحان آخر شي، وهي ليكك رح تنقتلي. روناك جونجان، أنا رايحة على البيت اليوم بالذات، ما لازم يصير أي غلط. استني إرفاتي. جونجان اسمعي، روناك روناك اتركني، بترجاك انا بترجاك لا تقتلني انا وابن اخوك، عن جد حرام عليك لا تعمل هيك. بترجاك بترجاك اتركني، حرام عليك، شو عم يصير؟ اذا ارفاتي مو هون، دول اللي ما بتعرف تعبيلي بريق المي، لازم روح لحالي على المطبخ بنص الليل بوجعوا الراس. يوغ يوغ، شو اللي صاير فيه؟ يوغ يوغ قوم. عمي
كهاني؟ مرت أخي؟ مرت أخي؟ وين ساتيا؟ ها؟ شبيهة كهاني؟ ساتيا؟ يمكن هي بالحمام. حمام؟ ساتيا؟ ساتيا؟ ما في حدا جوا؟ وين؟ بس عمي إيرافاتي هلأ بالغرفة ولا ما شفتها الليلة؟ عمي شفت إيرافاتي الليلة؟ لا، لما فقت كنت عطشان وما كانت إيرافاتي بالغرفة، ولما نزلت لتحت أنت كنت غميان على الأرض. غميان؟ أنت ليش كنت غميان؟ لازم نلاقيها. مين بدنا نلاقي يوك؟ شو عم يصير يوك؟ هذا اللي لازم نعرفه يا عمي، رايح دور عليها. يوك؟ 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 دكتورة، انت شغلتك تنقذي البشر وانا ما رح حامل لك. حرام عليك تقتلي ابني. شبكم ليش هيك واقفين هون بالغرفة؟ اطلعوا لبرا، نحنا بدنا نشوف شغلنا. يلا اقتليها على السريع. ماني ممثلة شاطرة؟ قلت لك هوليود قليلة على موهبتي. ما عرفتيني. ساتيا؟ ايه كهان؟ ساتيا شو في يوغ؟ وين كنتي؟ حماتي كان عم يوجع راسها، أنا كنت عندها. كانت عندك؟ إيه كانت عندي، عم بتدلك لي راسي. شبك؟ أنت ليش متوتر يوك؟ إذا إيرافاتي بالبيت وين راحت كهاني؟ أنا ماني كتير مصدقة، بس إذا حكيت أي شي رح تشك فيني. طيب عمي فاقوا ما لقاكي، ولهيك نحن نشغل بالنا عليكي. ما في داعي نشغل بالكن علي، أنا منيحة. ألو؟ أيوك كهاني هلأ منيحة، لا تشغل بالك. ماشي؟ ماشي. أنتوا روحوا ارتاحوا لأنه أنا بدي نام هلأ. إيه بس يوك تأخر الوقت مرت أخي، خلص بكرة منحكي. امشي حبيبي. لك شو هالحالة هي؟ ايه ساتيا انت كيف لقيتيني؟ انا كنت عم احكي مع يوغ المسا. ليك برأيي منقول لكل العائلة إنه إيرافاتي بتكون رقاصة. لا ساتيا، أول شي نحن لازم نفكر كيف. مين في هون؟ ألو؟ ألو يوغ؟ ألو؟ أنت هلأ لازم تنام يوغ، ولا تخاف رح خلي كهاني تنام نومة طويلة. روناك يلا خد كهاني على المشفى فورا، إجا وقت نقتله ونرتاح منا على الآخر. جنيت وقت سمعتها عم تحكي هيك وطار عقلي بوقتها، ما عرفت شو أعمل. بعدين حملت حالي وركضت ووصلت لعندك على المشفى بأسرع وقت، وبعدين ربطت الدكتورة ولبست تيابة ورحت لعندك على الغرفة وأنقذتك. ساتيا لو ما أنت وصلتي على الوقت هنن كانوا قتلوني، بس ما صار شي. ليش هيك صايرة حساسة؟ انتي ويوغا عملتوا كتير كرمالي أنا وأمي وما قصرتوا معنا. حتى لو ساتيا يلي انتي عملتيه معي اليوم ما بيعملوه غير الأخوات مع بعض. طيب انطري ليوصل التقرير. طيب رح أقلك شغلة،
لو شو ما كانت النتيجة، انت اختي من هلأ ورايح. حبيبي يوك، انت منيحة؟ انت لوين رحتي؟ كنت بالغرفة وسمعت صوت جاية من برا وطلعت لأشوف، بعدين روناك وغونجان خطفوني وأخدوني على المشفى، وبعدين ربطوني وكانوا عم يجهزوا ليقتلوني أنا وابني. أنا بعتذر كهاني، تأخرت لرجعت لأنه في حدا حط لي مخدر. مين؟ مين بده يكون يعني؟ كتير واضحة، شو ما بتعرفي مين ملكة الشر؟ هي إيرافاتي. إيرافاتي لو ما وصلت ساعتي على الوقت كانوا قتلوني، وكانوا قتلوا ابني اللي لسه ما أجا على هالدنيا. نتشكرك ساتيا، ما عندك فكرة عن حجم المعروف اللي عملتيه معنا. أصلاً أنا المحظوظة مو أنتو، بس لأنكم طلعتوا بحياتي، بعدين أنتو محملينا زيادة عن حجمها كتير. طيب شو بدنا نعمل هلأ مع خالتي الشريرة؟ بسيطة يلي لازم نعمله. أنت لساتك لهلأ ولد صغير رافيكانت، مو هيك؟ يلا قلي ليش نايم لحالك بالغرفة؟ ليش خبرته ليوغ إنه أنا مو بالغرفة؟ لأنه هي الحقيقة. أنت نسيت ما؟ إني كسرت رجليك التنتين من زمان بس لأنك ما بتعرف تكذب وبتقول الحقيقة، ولا بتحب إني أقطع لنفسها لبنتك التانية؟ لك كم مرة بدك تعيدي نفس الكذبة؟ ما بتملي؟ أنا بعرف ومتأكد إنه أختلا كهاني ما أنا معك. مو مشكلة، بكرة الصبح بيبين معنا إذا كان كلامي صح ولا كذب. ليش تتأخروا لهلأ؟ أمي ليكي، في مشكلة كبيرة، كهاني هربت، اليوم في حدا ربط الدكتورة بالمشفى وأنا ما بعرف كيف، بس هربت. لك مين غيرها؟ ساتيا. بس ما في حدا بيخطر عباله إنه ساتيا تيجي وتصير دكتورة، مستحيلة. يعني هاي القصص بتصير بس بالأفلام، تختفي كل الوقت وبترجع تطلع من تحت الأرض وبتخلق قدامك. لك أنا شو عاملة لحتى يكون موجود بحياتي أغبى اثنين بكل الدنيا؟ مين قصدك؟ أنت حاجة تضل عم تبتسم هيك، وإلا برجع بفتح القضية تبعك وبرجع بحبسك. أنتوا الاثنين بلا أي فايدة. أنا من هاي اللحظة رح أتصرف ورح أنجح لو شو ما صار. مين الغبي التاني؟ ليك إيرافاتي أخذت فرص كتير، ومع هيك هي ظلت عم تخدعنا، دمرت حياتي وحياتك وكمان حياة بابا وماما وحياة كل الناس اللي حواليها. لا، اللي عم تعمله إيرافاتي زاد عن حده. كهاني أنا اليوم رح أحلف لك بحياة ابني، إذا ما أخذت بطار الكل ما بيكون اسمي وقبرتاب راجبوت. مين على الباب غونجان؟ إذا كهاني قالت له راحت عليه.
في حدا خطف امبارح بالليل لكهاني. طيب ليش؟ أنا شاكك إنه في حدا ما بده ابننا يعيش. سامحيني، أنا كنت معك بس ما قدرت إني أعمل أي شيء. لا أختي اسمعي، يعني أنا ما بدي تصير فضيحة لعائلة يوك، لهيك ما بدي الشرطة تجي. لما الفيل يروح على السوق بتبلش الكلاب تنبح. أنا هلأ تأكدت إنك نصابة. لو أنت كهاني كنت جبت الشرطة معك. إيه ولا أنت خايفة هلأ لأنك خاطفتيها لكهاني؟ أنت ارتاحي لا تطلبيهن. إيه أنا بطلبهن. ستي أنت شو عم تحكي هلأ؟ بس فكري فيها شوي، هي انخطفت من هذا البيت وشوفي حالتها تعبانة، أكيد رح ننفضح هلأ. لهيك ستي نحنا لازم نعرف مين اللي عمل هيك. إيرافاتي، أنت رح تساعدينا ما هيك؟ ساعدكم؟ هي اللعبة طولت وأنا بدي إياها تخلص بقى لحتى نرتاح كلياتنا. كل الناس عايشين ومرتاحين إلا هي العيلة، ما بتعرف تعيش يوم بدون مشاكل. شو هالحالة هي؟ بتمنى تخلص هالقصص على خير. شكله يوغ لسه ما بيعرف إنه هي كهاني، ما رح خليه يعرف أبداً. أنا شعلت النار ويوغ اللي رح ينفخ عليها وبتشوفه. كل اللي وثقوا فيكي من قبل، أبي وأمي وكهاني أزيتيهن إيرافاتي، ما بصير بدك تتحاسبي على هذا الشيء. ما توقعت إنه بس خبرك الحقيقة لقيها صعبة كل هالقد، بس كان لازم تعرف. والأهم من هيك إنه لازم تتحاسب إيرافاتي. ما أنا سهلة بس أنا معك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.